لو الحكاية فيها إن فيديو تمني نحن نبتدي بشكل كويس. La verdad que he recibido todo el apoyo, toda la información, muchísima información, que es en definitiva lo que habíamos hablado el primer día. كل الناس بدعمني استقبلنا معلومات كتير جدا جمعنا معلومات بشكل كبير جدا عن الفريق وعن اللاعبين. Y hoy es un día importante porque es la primera vez que vamos a estar en contacto directo con el jugador. أول يوم النهاردة مهم جدا بالنسبة لنا نحن نكون في اتصال مباشر مع اللاعبين. En definitiva, hacer lo que más me gusta a mí, que es entrenar en el campo. وهبدأ إن أنا أكتر حاجة بحب أعملها في حياتي إن أنا أبدأ أمرن اللاعبين داخل الملعب. أسئلة يا جماعة. Yo tenía la imaginación de que o imaginaba que esto realmente tiene una actitud muy buena para el fútbol. كنت دايما بفتكر دايما في حياتي ان كره القدم المصريه ليها شكل وليها دعم كبير جدا ومهم جدا للعيبه والمنتخب بتاعها pero con la idea que venía evidentemente era errónea porque hay mucho más فبالتالي انا لما جيت هنا التخيل بتاعي قبل ما اجي مصر بقى مختلف جدا لان لقيت دعم اكتر ولقيت اهتمام اكبر بجد الجماهير كلها والناس كلها بتحب المنتخب بتاعها وبتدعمه دايما واهم حاجه بالنسبه لي ان اللاعبين نفسهم ان هما بيحبوا المنتخب بتاعهم فبالتالي هي خطوه مهمه جدا ليا بالنسبه لي كمدرب لأن مش في كل مكان بلاقي الدعم ولاقي الاهتمام ده. بكرر تاني مبسوط جدا وسعيد جدا بس بنتظر بكل شيء ان بداية التمرين. اللاعبين نقدر نتعرف عليهم. Los entrenamientos, mirando vídeos, el tamarín, yéndolo a ver los partidos directamente, porque yo voy viendo, عشان هتاني اتفرج على طول. Y me adapto a lo que es el jugador y a lo que yo quiero. فبالتالي هتأقلم على نوعية اللعب وعلى أنا عايزه منه. Salen las convocatorias. فبالتالي وقبل أي إن شاء الله أي استدعاء للعب هكون عرفته بشكل كويس جدا. Evidentemente, a lo mejor.